فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الساعة، ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ لا يجوز، لا يجوز للرجل يلبس ساعة مطلية بالذهب، خاتم مطلي بالذهب، نظارات مطلية بالذهب، لا يجوز له هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.